كتاب، فنجان قهوة، نظارة طبية ومشهد بانورامي. يعني مثقف. هذا ما يعتقده الكثيرون عن المثقف. فهل هذا صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحاً فما هو تعريف الثقافة والمثقف؟ ارتبط مصطلح الثقافة بالزراعة منذ زمن سحيق، لكنه اقترن أيضاً ببعض الفنون كالشعر والرسم والمسرح بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر. وقد حظي بتعريف مستقل في عام 1871. يقول المفكر البريطاني إدوارد برنت تايلور إن الثقافة هي مركب معقد يشمل المعرفة والعقيدة والفن والقانون والأخلاق والعادات والقدرات التي يكتسبها الفرد بوصفه عضواً في المجتمع. أما تعريف المثقف فلا يزال متفاوتاً بشكل كبير بين مختلف المفكرين، حيث يقول المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي إن كل ذي مهنة يساهم في نقلها مثقف بدرجة ما، مستنداً في ذلك إلى أن الكتب ليست السبيل الوحيد لاكتساب الثقافة، بل هناك سبل أخرى كتراكم الخبرات والتجارب. بينما يزعم المفكر الفرنسي جوليان بيندا بأن المثقفين هم فئة مختارة ونادرة من أناس متعلمين قادرين على فهم المجتمع وحل مشاكله،